أنا مرتي جاي تاخذ كيمياوي والله العظيم بالقران جاي تضرب كيمياوي هنا عدة فحوصات والصبح تضرب هناك اخذ كيمياوي يعني ماكو ارجو منه مسؤول على هاي العمارة راح ابقى باخر يوم بحياتي ابقى هنا اشوف منه مسؤول على هاي العمارة ومن الكادر مالتها والله العظيم راح اخر بيوم بحياتي اعرف اقتل وانقتل ومهما يصير اسوي انا هنا بداية صارت ترابه ومن اجينا لقينا عباره عن شلون اقول لك عباره عن يعني عبالك انفجار عبالك انفجار فقمنا نطلع تقريبا طلعناهم حوالي 10 منهم تقريبا 4 نساء 5 نساء واثنين شياب وحاليا اكو تحت الانقاذ هوايه اكو لدينا تسجيل ولدينا كاميرات في نفس العجلات وصول طلاع فرقنا كان بعد 5 دقائق فقط من تاريخ الإخبار وباشرت بعمليات الإنقاذ وطلبت التعزيزات اللازمة بدليل بأنه ما أن باشرت تم للوهلة الأولى إنقاذ 13 شخص من بين ربما 17 إلى 18 شخص كانوا محصورين.